سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سعادة الآباء في بحث جديد لثلاث جامعات، جامعة كاليفورنيا وجامعة ستيفورد وجامعة كولومبيا البريطانية، يؤكد أن الآباء أكثر سعادة من غير الآباء، أي أن الزواج وإنجاب الأطفال يجلب للمرأة السعادة. وهذه الدراسات تناقض الرأي السائد في الغرب أن السعادة لا ترتبط بالزواج وإنجاب الأطفال. هذه الثقافة هي التي قادت الغربيون إلى إقلال من إنجاب الأطفال وإلى استقلال عن الاستقلال عفوا إلى استغناء عن الزواج بصديقة مثلا. وتقول بروفيسورة متخصصة في هذا الموضوع أن الآباء يكتسبون مشاعر إيجابية أكثر من نظرائهم الذين لم ينجبوا أطفالا أو لم يتزوجوا. هذا ما يجعل الزواج نعمة عظيمة وآية من آيات الله تعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية سورة الروم آية 21. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم،